هذا البرنامج برعايه برحب بيكم كل مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا في جزئنا الثاني والاخير من حصاد النهارده واللي احنا خصصناه للحديث عن التعليم المفتوح. من المعروف مشاهدينا الكرام ان التعليم المفتوح ده بيبقى هو فرصه للي فاتوا قطر التعليم ان هو يقدر ان هو يلتحق بمنظومه التعليم وياخد شهاده، والمفروض ان هذه الشهاده يكون معترف بها. لكن مؤخرا نقابه الصحفيين رفضت ان ينضم ليها خريج من هذه الجامعات المفتوحة. نقابة المحامين بقى الحقيقة بترفض من زمان، يعني من الأول وهي كانت منتهجة الرفض يعني. لكن مؤخرا وزير التعليم العالي اجتمع مع أو حصل اجتماع كبير أوي وموسع مع قيادات في مجال التعليم العالي وأيضا التعليم المفتوح، وكان ده له نتائج وحاجات كتيرة جدا. احنا دلوقتي هنناقش هذه القضية. التعليم المفتوح يا جماعة مهم بالفعل، بيسري المجتمع بمنظومة جديدة من المتعلمين. كان ممكن ان هم يفضلوا قاعدين في بيوتهم وما يطوروش من نفسهم، يعني ده مهم ولا مش مهم؟ ولما هو مهم طب مش نقدم لهم تسهيلات؟ طب مش نديهم تحفيزات علشان بالفعل كل اللي قاعد في بيته واكتفى بقدر معين من التعليم لا يرقى بقى ان هو يكون في مجتمع ناهض ومجتمع هيبقى منتج ونضاهي بيه الامم، ان هو بالفعل بقى كل الناس المتعلمين تعليم على قده، انه هيبدا بقى يعمل تعليم عالي وبعد كده يدخل في منظومه ماجستير ودكتوراه من عالم بقى محدش عارف. الطموح ملوش اخر، ويمكن الفقره اللي كانت قبل دي بتورينا وبتعلمنا قد ايه ان فعلا ان المعاق هو من يضع سقف لطموحه وما بيجددش ولا يحط فوقيه طوبه جديده. هو ده فعلا الانسان اللي هو، يعني مش عايزين نقول عليه كده يعني، بس هو ده الانسان المتاخر. طيب اسمحوا لي ارحب بضيفنا الكريم في الاستوديو. الحقيقه ارحب بحضرتك يا فندم، استاذ عامر حسن رئيس رابطه خريجي التعليم المفتوح. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا عايزين يعني عايزين حضرتك رئيس رابطه هذا النمط من التعليم، اتفضل يا فندم. قول لنا يا فندم بتشتكوا من ايه؟ معاناتكم ايه؟ انا عايزه اسمع. والله وحضرتك يعني في من 2015 كده بالظبط بدات حمله منهجه ضد التعليم المفتوح. قضى احد الصحفيين بجريده قوميه والحمله دي للاسف ادت صوره سيئه عن، اثرت طبعا في الراي العام وبالتالي ادت صوره سيئه عن التعليم المفتوح. ومن 2015 لغايه النهارده واحنا كرابطه بنحاول ندافع عن التعليم المفتوح ونحسن الصوره الذهنيه ليه لدى الراي العام، وبندافع برضه بنتلقى شكاوي الطلاب والخريجين من المشاكل اللي بتقابلهم. تمام حضرتك. وكانت البدايه زي ما حضرتك قلت في المقدمه نقابه المحامين. نقابه المحامين في الاول كانت بتقبل خريجي التعليم المفتوح، بعد كده رفضت تقبلهم وقالت وحطت شرط تاني ان هو لازم يكون خريج ثانويه عامه ما يكونش دبلوم. تمام. فبالتالي حرمت الناس اللي واخده خريجي تعليم مفتوح بس واخدين دبلومات، حرمتهم ان هم يلتحقوا بنقابه الصحفيين، فنقابه المحامين اسف، فبدات تقبل خريجي التعليم المفتوح بس بنظام الثانويه العامه. فالخريجين رفعوا قضايا وخدوا احكام، ولما جم خدوا احكام للاسف نقابه المحامين رفضت تنفذ هذه الاحكام. وبعد كده من فتره قريبه قامت الرابطه بتوضيح الصوره للراي العام مره اخرى، لان الموضوع اتفتح تاني وتجدد. فبدات الرابطه، فبدا زميلي احمد عكاشه اللي هو المسؤول عن ملف الحقوق بدا وضح الصوره للراي العام. فنقابه المحامين كمان راحت خدت قرار تاني مؤخرا ان هي عدم قبول كمان اللي هم خريج الثانويه العامه، فاصبح ان هي ما بتعملش
لا ثانوية عامة ولا دبلوم من خريج التعليم المفتوح. ف دي نقطة. النقطة التانية إن نقابة المحامين بتقول إن هي المقررات غير كافية، أو دي حجتها، بس هي كده مش تخصصها إن هي تقيم الخريج. ده يعني ما المفروض هياش جهة تقييم. بالظبط حضرتك، جهة تقييم المفروض الجهة الوحيدة هو المجلس الأعلى للجامعات، تمام. والمجلس الأعلى للجامعات معترف بالشهادة ومعادل للشهادة إن هي تعادل البكالوريوس العادي. فبأي حق ترفض نقابة المحامين شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات؟ إذن فهي تخالف القانون. تمام، ده بالنسبة ده بالنسبة لنقابة المحامين. تمام. ليه الصحفيين بعد كده بقى امتنعت يعني؟ الصحفيين برضو امتنعت، مش أول مرة تمتنع. كان برضو حضرتك برضو في أواخر في شهر 5 2015 نزل برضو تصريح من نقيب الصحفيين، قال إن خريجي التعليم المفتوح ما لهمش حق إن هم يخشوا نقابة الصحفيين. فإحنا كرابطة يعني ردينا وعملنا وقفة، خدنا تصريح بوقفة ووقفنا قدام نقابة المحامين وأبدينا اعتراضنا على التصريح، وطلبنا إن احنا بيدينا الدراسات دي كلية اللي هم أساتذة كلية إعلام نفسهم اللي في الكلية العادية، يعني من أفضل الأساتذة. وكلية الإعلام معروفة، جامعة القاهرة هي أول كلية على مستوى الشرق الأوسط، فيعني ما لهمش حق. وفي نفس الوقت نقابة الصحفيين مختلفة عن نقابة المحامين في حاجة، إن نقابة الصحفيين حضرتك بتقبل أي خريج، مش شرط يكون إعلام، لا هي بتقبل حقوق، بتقبل تجارة، بتقبل أي مؤهل عالي بمعنى أصح. فلماذا ترفض خريج التعليم المفتوح؟ فإحنا وقفنا، وكان الرد الحمد لله رد جابت نتيجة كويسة. إحنا طالبنا بطرق سلمية وبطرق مشروع حقنا. وجي سكرتير عام النقابة في نفس اليوم صرح وقال إن تصريحات نقيب الصحفيين لا تمثل وجهة نظر النقابة، إنما تمثل وجهة نظره الشخصية. فبالتالي نفى تصريح نقابة الصحفيين، وانتهت الأزمة على كده، وما اتفتحتش تاني غير مؤخرا في الفترة الأخيرة اللي حضرتك قلت عليها حاليا، وفتحوا الموضوع تاني. ما بين الأزمة القديمة ودلوقتي وقت قد إيه يا فندم؟ من 2005 في 5 2015 اتفتح في شهر 9 2017. تمام، سنتين يعني. بالظبط كده. فبرضه بس التصريح المره دي كان من سكرتير، مش من نقيب الصحفيين، من سكرتير اللي هو نفسه حاتم زكريا، لا حد تاني، من السكرتير الاولاني. كان النقيب نفسه نقيب الصحفيين، المره دي سكرتير عن نقابه الصحفيين. يعني بس جه السكرتير بنفسه جه قال في 2015 وقال ان هذه التصريحات تمثل شخص نقيب الصحفيين ولا مش كيان النقابه. تمام، نفس السكرتير ده هو اللي لا يا فندم اتغيرت الشخصيه. اتغيرت المجلس عموما، يعني المجلس اللي هو الحالي مختلف عن المجلس اللي هو كان في الفتره قبل كده. نعم. فسكرتير عام النقابه اللي هو الاستاذ حاتم زكريا في الفتره الاخيره صرح في احدى المواقع، قال ان خريجي التعليم المفتوح يدمرون النقابات المهنيه، ولا يحق لهم القيد في نقابه الصحفيين، وقرار منع قيدهم نهائي لا رجعه فيه. فطبعا احنا كرابطه اصدرنا بيان ويعني ورفضنا الكلام ده، وقلنا ان احنا من حقنا، لان دي شهادتنا معادله بناء عن المجلس الأعلى للجامعات، شهادة معادلة. وغير كده احنا كمان تخصص إعلام، يعني احنا إعلام، فالأولى ان يدخل خريج إعلام نقابة الصحفيين ولا يدخل معلش مؤهل ما درسش حاجة عن الإعلام وانتوا ونقابة الصحفيين بتقبله؟ تمام. واتكلمنا ووصلنا صوتنا للرأي العام في أكثر من قناة، والحمد لله. وكان في مواجهة او في حد من نقابة الصحفيين ممثل عن النقابة كان في لقاء، ووصلنا النتيجة ان هو قال انا مش رافض ان خريج التعليم المفتوح يخش النقابات، بس يبقى في شروط. فقلت له الشروط دي تنطبق على الكل، مش على خريج التعليم المفتوح بس. وفعلا وصلنا للنتيجة دي وفي الاخر، وقلنا
ان طالما ان مهنة الصحافة دي مهنة والمعايير بتاعتها الكفاءة في الاول، وانما المؤهل ده تكميلي مش اساسي، لان نعم. بقى بتعتمد على المهنة والكفاءة. نعم. فبالتالي اتفقنا في النقطة دي وقلنا حط شروط، بس الشروط دي تنطبق على اي خريج مش خريج التعليم المفتوح بس، والكلام ده اقر بذلك. وفي الاخر طلعت نقابة الصحفيين برضو نفت ان دي قرارات، وقالت ان دي تصريحات وليست قرارات، فبالتالي يعتبر نفوا الكلام اللي هم قالوه، وجم في الاخر قالوا ان هي النقابة هي سيدة القرار، فهي هي من حقها ان هي تقبل خريج التعليم المفتوح من الصحفيين او ترفضهم، شأنهم في ذلك شأن اللي هم اللي واخدين تعليم مؤهل عالي من الجامعات التانية. طيب يعني كده الأمور رجعت تعقدت تاني، يعني النقابة ليها القرار في إن هي ترفض أو توافق تعليم مفتوح أو أي تعليم عالي آخر. بالظبط، يعني زينا بمعنى صح اعترفت ان احنا زينا زي اي مؤهل هي دي تاني خالص. الجزئية، هي دي الجزئية بس اللي هي طب ما كان من الاول، يعني ليه نعمل ازمه ونصدر ازمه للراي العام وبعد كده نطلع احنا نتكلم؟ طب هو في مؤخرا اجتماع حصل يعني بين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمام، وكان بمقر الوزراء مع عدد من رؤساء الجامعات الحكوميه، وايضا القائم بعمل الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات ونواب ورؤساء الجامعات وعدد من مديري مراكز التعليم المفتوح ببعض. حضرتك كنت موجود في هذا الاجتماع على اعتبار حضرتك ممثل للرابطه؟ للأسف. طيب يعني ده علشان يعني يتكلموا عن تنفيذ نظام التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات الحكومية. هو تمام. التعليم الإلكتروني ده أستاذ عماد هو له علاقة بالتعليم المفتوح هو ولا هو شكل منه ولا إيه بالظبط؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ تمام حضرتك، أقول لحضرتك هو طبعا عشان كان زي ما قلت لحضرتك الأزمة او الحمله الممنهجه اللي كانت ضد التعليم المفتوح من 2015، اضطر المجلس الاعلى للجامعات ان هو يعيد النظر في تقييم التعليم المفتوح. هنقول كان في اخطاء، كان في اخطاء، تمام، فوقفوا القبول بالتعليم المفتوح على النمط القديم، وقالوا ووقفوه علشان يطوروا هذا النظام، لان هذا النظام يعني بقاله 25 سنه قائم، فالمفروض ان انا كابني مش اهدم النظام، يعني ان المفروض ان انا اطور، فعلى هذا الاساس هم وقفوا القبول بيه، تمام. فبدات في لجنه تطوير اتكونت من الدكتور امين لطفي، كان وقتها رئيس جامعه بني سويف، وبداوا يعيدوا النظر في ويقيموا التجربه بتاع التعليم المفتوح. وصلوا في الاخر ان التعليم المفتوح ان في نقابات مش معترفه زي ما حضرتك قلتي وزي ما احنا قلنا بخريج التعليم المفتوح، او في مشاكل من بعض النقابات، طبعا مش كل النقابات بترفض، يعني في نقابات معينه هي اللي بترفض، واخد بال حضرتك؟ فقالوا ان احنا عايزين نطوره. طب هنطوره ازاي؟ وصلوا بعد دراسه طبعا استمرت حوالي لغايه اخر مجلس وصوا بيه 23/6/2016. وصلوا لايه حضرتك؟ وصلوا ان هم هيطوروا التعليم المفتوح الى يحولون نظام تاني اللي هو التعليم المفتوح الالكتروني المدمج، تمام؟ على 3 مسارات، المسار الاول ان هو ياخد الخريج ده او الطالب ياخد دورات تدريبيه وهو بيدرس، فبالتالي ان انا بحسن الكفاءه بتاعته، الكفاءه المهنيه بتاعته، واديله الجانب العملي شويه، تمام. المسار الثاني هيفضل اكاديمي زي ما هو، تمام. المسار الثالث في دبلومات مهنيه، تمام، بحيث ان انا اقوي الخريج، اخلي مخرجات التعليم المفتوح ان هو يتقبلها المجتمع، ان الخريج ده يبقى طالع كويس معاه دورات، ومن الناحيه الثانيه دبلومات مهنيه، بحيث هم قالوا ان الدبلومات المهنيه دي بحيث ان الخريج ما بيدخلش على طول، ما بيلتحقش على طول بالتعليم المفتوح، بيقعد هو حضرتك لازم 5 سنين عبال ما يلتحق، فبالتالي في فتره ان هو بعيد عنها في التعليم. انا مش فاهمه ليه يقعد 5 سنين يا استاذ عماد؟ هو يعني ايه الغرض من ده؟
الغرض من ده عشان هو النظام اتعمل كده لانه هو اتعمل لمن فاتهم قطار التعليم، وفي نفس الوقت ان انا ما اسويش اللي هو الطالب الانتظامي اللي هو بيذاكر ويعمل ويجتهد مثلا ويدخل على طول عن طريق الثانويه العامه التنسيق، فبالتالي ان انا كده هزاحمه في فرصته. بمعنى الصح هو جايب مثلا 90%، انا مثلا جايب 70 او جايب 80 وهدخل نفس الكليه، فبالتالي ايه يبقى في فتره ان انا اديله ميزه شويه ان هو يكون ايه خلص تعليمه وخد فرصته وتمام التمام وانا لسه هبدا، فيعتبر ده مبرر يعني. طيب يعني تمام. الشرط ده حضرتك انتوا راضيين عنه ولا هو عامل لكم ازمه؟ لا هو هو بالنسبه لنا ما فيش ازمه، هو عمل ازمه للجامعات الخاصه مش احنا، لان الجامعات الخاصه مثلا بتقبل خريجي الثانويه العامه على طول اللي هم مثلا مجموعهم اقل شويه من التنسيق العادي، وبرضه بتقبل الدبلومات بس في فتره معينه، يعني مثلا ممكن سنه او سنتين بالكتير، فبالتالي هي بس سنتين اللي هو بيقبل خريج السنه دي او السنه اللي بعديها. فعشان انا الغي شرط 5 سنين فطبعا بعمل ازمه مع الجامعات الخاصه، لان انا كده بسحب البساط من ايده، لان مصاريف التعليم المفتوح يعتبر اقل من مصاريف الجامعات الخاصه، فبالتالي كله هيلجا للتعليم المفتوح. نعم. تمام نعم تمام. حضرتك بتقول فتره ال5 سنين دي ممكن ان المقبل على التعليم المفتوح يستغلها. تمام. يستغلها بقى في شغل مثلا ان هو يعني هو خلص مثلا دبلوم مثلا او عنده ظروف ما كملش كليه، فبالتالي معاه ثانويه عامه التحق مثلا باحدى الشركات او احدى المصانع او احدى الوظائف، فبالتالي هو يعني لظروف ما قدرش يكمل تعليمه العالي، فمثلا خد فرصه ان هو يشتغل في مكان قدر من خلال المكان ده يصرف على نفسه، واخد بال حضرتك، ويجيب مصاريف ان هو يكمل تعليمه العالي، فالفرصه دي هي يعتبر المسار الوحيد للفئه دي من الناس، والفئه دي بتشمل ناس كتير، يعني تشمل حضرتك ايه مثلا، يعني انا الشباب، لان مثلا حد زي ما قلت حضرتك ثانويه عامه او دبلوم بيبقى لسه مخلص وما في حصلت له ظروف، يعني في انا حد كلم طالبه كلمتني قالت لي انا طالعه من العشر الاوائل على الجمهوريه في الدبلوم، فكان ممكن تخش كليه او معهد خاص بس ظروفها الماديه ما سمحتش ان هي تكمل تعليمها العالي، فنفسها كان نفسها تخش، فالمسار الوحيد للناس دي او الفئه دي هو التعليم المفتوح. تمام. دي فئه من الفئات فيها عندك حضرتك كبار السن، في ناس كبيره، يعني انا كنت ايام ما كنت في الدراسه في كليه الاعلام كان في ناس عندها مثلا 60 سنه وبتكمل واخده كليات تانية وبتكمل، فحابه مثلا دراسه الاعلام فبتكمل اعلام، حابه مثلا مجال الحقوق بتكمل حقوق، في ناس مثلا في ناس حاليا في التعليم المفتوح خريجين هندسه كليه هندسه وبيكملوا اعلام عشان هم كان نفسهم يكملوا اعلام فبيكملوا. تمام. فدي هو اسمه تعليم مفتوح، يعني معنى كده ان هو متاح للجميع. طب استاذ عماد الكليات المتاحه استاذ عامر طيب معلش انا طبعا عندي طيب الكليات المتاحه يا فندم للالتحاق بالتعليم المفتوح، انا عندي كام كليه او كام تخصص في التعليم المفتوح؟ هو كان بمعنى صح كان يعتبر كل الكليات كانت متاحه في النظام التعليمي اللي هو القديم يعني، فلما توقف بالتالي كل اللي حاليا اللي موجود الناس اللي هي بتكمل اللي هي ملتحقه على النظام القديم. تمام. انما حاليا في النظام الجديد اللي اتعمل مفيش غير كليه تجاره اللي هي حاليا متاحه في الوقت الحالي وكليه زراعه. تمام. فده بالنسبه للوقت الحالي. تمام. وزي ما قلت لحضرتك كان المفروض تطوير التعليم المفتوح على 3 مسارات دي بس. اللي حصل حضرتك يعني عكس ده، يعني اللي حصل عكس كل التوقعات اللي انتوا كنتوا عايزينها بالظبط. نعم. وتطلعات كمان الشباب والناس اللي هي كان نفسها تكمل تعليمها، لان احنا النسبه الكبيره شباب، مش النسبه كبيره ناس كبيره، النسبه كبيره شباب من التعليم المفتوح، واخد بال حضرتك، فالناس دي
من سنتين وهي مستنية التطوير، مستنية التطوير على أمل إن هي تكمل المؤهل العالي أو دراساتها العليا. لكن ما حصلش تطوير، حصل يعني تعطيل مش كده؟ بالظبط. تمام. هو حصل يعني اللي حصل، هم خدوا جزء من المفروض التطوير اللي انا قلت لحضرتك كان في 3 مسارات، الاكاديمي زي ما هو، وان احنا نطوره، فهنطوره عن طريق الدورات التدريبيه والدبلومات المهنيه. لا هم ولا في دورات ولا في مثلا ولا في، واتلغى الاكاديمي، بقى في حولوا البكالوريوس الى بكالوريوس مهني او دبلومات مهنيه. تمام. والتصريحات اللي هي يعني ايه هتفرق في ايه بقى يا استاذ عامر؟ تفرق كتير يا فندم. ايه بقى؟ ما هقول لحضرتك تفرق في يعني انا مثلا على بالنسبه للانتساب او النظام الاكاديمي او نظام التعليم المفتوح على النظام القديم، كان بياخدوا كل المميزات، يعني ليا حق ان انا اكمل الدراسات العليا تمهيدي وماجستير ودكتوراه في الجامعات اللي هي في الجامعات الحكوميه، وفي نفس الكليه اللي انا مكمل فيها بس مش في التعليم المفتوح بقى. يعني كان في مثلا ماجستير رياضي او ماجستير اعلام رياضي في التعليم المفتوح، هو ده اللي كان متاح بالنسبه للمركز. انما انا مثلا نفسي اكمل مثلا دراسات عليا في كليه اعلام نفسها، فالمؤهل بتاعي معترف بيه من المجلس الاعلى للجامعات ومساوي للشهادات التانية. تمام. فبالتالي ليا حق ان انا ادخل مثلا كلية الاعلام واكمل دراسات عليا. بس هنا الكلية بتضع شروطها لخريج التعليم المفتوح. بمعنى ايه؟ مثلا هدي حضرتك مثال صغير، ان مثلا خريج الاعلام بيبقى دارس، ما بيبقاش فيه تخصص في التعليم المفتوح، بيبقى تعليم عام، تخصص عام، فبيدرس إذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وصحافة. فلما بيجي يلتحق بالدراسات العليا لازم يكون في تخصص، يا إما علاقات عامة يا إما إذاعة وتلفزيون يا إما إيه؟ صحافة. صحافة. فبالتالي بيبقى ليه، بيخش امتحان القبول عادي اللي هو مناهج بحث ولغة أجنبية، ده لو واخد بالنسبة للكليات العادية، أو المعاهد الخاصة اللي هي واخدة تخصص. بالنسبة لخريج التعليم المفتوح او اي خريج تاني شعب عامه، بيمتحن امتحان تاني اسمه امتحان التخصص، بيمتحن مادتين تخصص في التخصص اللي هو عايزه. يعني انا لو صحافه مثلا على سبيل المثال، انا لما جيت التحق بالدراسات العليا دخلت قسم صحافه، فامتحنت اخراج صحفي وتحرير صحفي، ويكون امتحان التخصص هو الاساس في القبول بالايه، بالسنه التمهيديه للدراسات العليا. طب استاذ عامر، انا عايزه حضرتك تقول بقى، يعني انا مش عايزه الوقت طبعا، هو خلاص قرب اوشك على الانتهاء. حضرتك بتطالب بايه ونفسك ايه؟ يعني ايه العقبه والمشكله ونفسك انها تتحل؟ يعني بالظبط ده انا شايفه ان في يعني في تصرفات مش حلوه من النقابات المختلفه، يعني يعني ده انا لمساه. ايه حضرتك بتطالب بايه دلوقتي وبتجاهر بايه يمكن يوصل الصوت لاي حد؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك ان التعليم المفتوح بيخدم، هو المسار الوحيد لفئات كتيره، وخاصه الشباب اللي هم ما منعتهم ظروف الحياه اللي موصله تعليمهم العالي، فده المسار الوحيد اللي مفتوح قدامهم. فبالتالي المفروض افتحه واطوره، مش ان انا احوله لدبلومات مهنيه وشهادات وبكالوريوس مهني. وكمان البكالوريوس المهني بيقول ان هو لا يكافئ التعليم الاكاديمي او نظام الانتساب او السعاده المعتمده او التعليم المفتوح. طب انا عامل نظام جديد ما بيكافئش الانظمه دي، طب امال هو بيكافئ ايه؟ تمام. فبالتالي وكان في حضرتك تصريح يعني من فترة قريبة للدكتور أحمد جلال، ده كان مدير مركز التعليم المفتوح جامعة عين شمس، ده كان التصريح ده لصدى البلد، بيقول إيه حضرتك؟ بيقول إنه لا يجوز استبدال شهادة البكالوريوس أو الليسانس بشهادات مهنية ليس لها قيمة، قائلا لما أقول للطالب إنك هتاخد شهادة ملهاش لازمة، محدش هيجي يدرس في التعليم المفتوح،
مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار لأنه عواقب القرار ستكون سيئة، وحذر الدكتور أحمد جلال من عدم إقبال الطلاب على نظام التعليم المفتوح، مؤكدا أنه تم إخفاق القبول بمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة منذ الفصل الدراسي الثاني. ده بيحذر، كان بيحذر في الفترة دي أنه أن التعليم المفتوح ما يتحولش شهادات مهنية لأن الطلبة مش هتقبل عليه. فبالفعل هو ده اللي تم حاليا، اللي بيتم حاليا. لما الناس التحقت في الوضع، هم أعلنوا عن فتح النظام الجديد، فبالتالي الناس التحقت ما كانش تعرف أن هو مهني، قالوا لهم مهني، فالناس راحت اعترضت للمركز، فبعد كده رجعوا تاني قالوا لهم لا ده احنا هنشيل كلمة مهني، فبالتالي راحوا رجعوا تاني قدموا في الفترة الأخيرة لما أعلن المجلس. حضرتك بتطالب دلوقتي أستاذ عامر بأن النظر بجدية للتعليم المفتوح، وأنه هو مهم جدا لأن احنا عندنا شرايح في المجتمع عايزة تتعلم وعايزة تترقى، فما ينفعش أن احنا نقفل الأبواب ونسدها أمام هذه الشريحة. فبالتالي حضرتك بتطالب بالنظر بجدية وبإيجابية للتعليم المفتوح علشان يبقى زي بقيت نمط يعني أنظمة التعليم الأخرى وياخد معترف بيها وياخد نفس المميزات. لما أنا أطوره، التطوير معنى أن أنا تطوير، معنى أن أنا أطوره يعني أن أنا أحسن منه، مش ان انا الغيه. بالظبط. نعم. يعني معنى هو ده فكره التطوير والله. بالظبط. نعم. بالظبط. استاذ عامر حسن، رئيس رابطه خريجي التعليم المفتوح، يا فندم بشكرك شكرا جزيلا. كنت عايز اقول حاجه صغيره. اتفضل. سريعا سريعا. يعني انا بطالب الساده المسؤولين اعاده النظر في هذا القرار لانه يمس شريحه كبيره من المجتمع وهم الشباب. والناس يعني بتكلمني بتعيط عايزه تكمل تعليمها. فانا اللي انا اعرفه حضرتك ان انا قبل ما اخد قرار اللي انا اتعلمته ان انا المفروض بعمل دراسه استطلاعيه على القرار ده واشوف نتيجته ايه قبل ما اخده، واشوف تداعياته قبل ما اخده. مش ان انا اخد قرار وبعد كده اشوف تداعياته. وفي نفس الوقت المجلس الاعلى للجامعات قال ان هو هيصدر كتيب عن النظام الجديد وهيقول فيه المميزات. واساسا ان هم دلوقتي فيه بيقبلوا الناس، فالمفروض الحاجات دي تتعمل قبل ما اعلن عن نظام جديد واقول لهم المميزات بتاعته ايه واقول لهم صراحه. انما ما ينفعش ان انا بعد ما افتح القبول باخد القرار ابدا ابص تداعياته. بالظبط. كده. فانا بطالب اعاده النظر في هذا القرار لانه يهم شريحه كبيره من المواطنين وهم الشباب، والشباب دول مستقبل الوطن. طبعاً. وهي دي الفرصه الوحيده ليهم. بلا شك. استاذ عامر حسن شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام بنقول لكم شكرا جزيلا وتصبحوا على خير. شكرا.